فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: سافرت إلى مكة لأجل العمرة واعتمرت، ثم سافرت إلى مدينة أخرى وأردت الرجوع إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى وهي قريبة؟ نعم، تابعوا بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة هذا مستحب. نعم، زيادة خير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.